معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيدات والسادة الخبراء، السيدات والسادة الإطارات، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم بمناسبة مراسيم افتتاح الطبعة الثانية من اليوم العلمي للعيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببوسماعيل. وأود في مستهل كلمتي أن أرحب بأخي وزميلي السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور حزب اللاوي وأشكره على تلبية الدعوة. وكذلك أود أن أرحب بالحضور الطيب من الأساتذة والأطباء. Je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à nos invités français. وترحيبي كذلك موصول أيضا للأسرة الإعلام، وأحيي المبادرين بتنظيم هذه التظاهرة العلمية وكذا جميع المتدخلين على مشاركتهم ضمن أشغال هذا اليوم. لا يخفى عليكم أن الحق في الصحة والضمان الاجتماعي من الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والتي يضمنها دستور الدولة الجزائرية، حيث تعد هذه الحقوق أحد أركان السياسة الاجتماعية لبلادنا. ومن هذا المنطلق ركزت الحكومة جهودها على إطلاق ديناميكية تنموية شاملة تهدف إلى توفير كل الظروف التي من شأنها ضمان تحقيق التقدم والرفاهية للمواطنين في كنف دولة قوية قوامها العدالة الاجتماعية تكفل لمواطنيها كل الحقوق الاجتماعية المشروعة وتصون كرامتهم. كما تعلمون أن العلاقة بين قطاع الصحة والضمان الاجتماعي هي علاقة وثيقة الترابط، يقدم القطاع الصحي خدمات العلاج الصحي ويغطي الضمان الاجتماعي تكاليفها، مما يجعلنا كضمان اجتماعي نبذل الجهود تلو الأخرى للمساهمة في تحسين نوعية الصحة العمومية. ومن هذا المضمار تندرج المهام المنوطة بعيادة بوسماعيل لجراحة القلب للأطفال من بين الهياكل الصحية القليلة والتي تتكفل بالأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية في المساهمة بدرجة كبيرة في الجهود الرامية للتكفل بهؤلاء الأطفال وتمكينهم من علاج صحي ونوعي متخصص. في هذا السياق نعمل على وضع برنامج طموح لهذه العيادة المتخصصة يرتكز على تثمين الموارد البشرية وتطوير وعصرنة المادية منها من أجل ضمان تكفل أنجع بالمرضى والتقليص من التحويل للعلاج بالخارج، فضلا عن تعزيز عملية نقل التكنولوجيا في مجال أمراض القلب الخلقية للأطفال. هدفنا هو جعل هذه العيادة مؤسسة مرجعية في تخصصها، لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الوطني الراهن يتطلب منا أن نكون أكثر فعالية في ظل استغلال إمكانياتنا وكفاءتنا. ومما لا شك فيه أننا مطالبون أكثر مما مضى بالمساهمة بصفة شاملة ومكثفة في تحسين الخدمة العمومية والاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، اعتمادا على التكنولوجيات السريعة التطور والتكيف باستمرار مع محيطنا الخارجي والتحسين المتواصل لمردودية مرافقنا وطرق تدخلنا. ومن هذا المنطلق فرؤيتنا الاستراتيجية على المدى البعيد تستند إلى مقاربة شاملة متماسكة تهدف إلى عصرنة خدماتنا بشكل يتلائم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمهام الاستراتيجية الجديدة للحماية الاجتماعية في مواكبة التغيرات الطارئة. كما ينبغي التنويه إلى أن سياسة الكفاءة والنجاعة التي يتبناها قطاع الضمان الاجتماعي تحتم علينا توحيد الجهود من أجل مضاعفة قدراتنا والتحكم في النفقات، ذلك لأن نفقات المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي في مجال الصحة ما فاتئت تسجل تطورا ملحوظا، مما دفعنا إلى وضع استراتيجية محكمة تهدف إلى ترشيد النفقات دون المساس بحق المواطنين في الحصول على العلاج بل وتحسين نوعيته. وفقا للتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
اتخذنا التدابير التي تضمن عصرنة وأنسنة هياكل الضمان الاجتماعي فضلا على التغطية الاجتماعية الواسعة لفئات كبيرة من الساكنة. في الختام أدعوكم إلى تعزيز اللقاءات التي تسمح بتبادل الخبرات والمعارف العلمية في مجال الأمراض القلبية والتطور التي يقودنا نحو تحسين نوعية التكفل بالمواطن بالمؤمن لهم اجتماعيا، سواء من حيث العلاج الصحي أو من حيث الأداءات المقدمة لهم. كما أدعو الحضور الكريم من أساتذة وباحثين وخبراء للمساهمة في إثراء النقاش وتقديم الآراء والأفكار حول هذا الموضوع، متمنيا لهذا الحدث النجاح والتوفيق، وأن يتوج بتوصيات ترقى إلى تطلعات المواطنين، وأن يكون لبنة أخرى تضاف إلى إنجازات محققة في مجال تحسين الخدمة العمومية بقطاعنا التي يعلق عليه المواطن أملا كبير. وكذلك ونحن على مشارف استقبال شهر رمضان الكريم، أتمنى لكم رمضان كريم، وأن يتقبل الله منا ومنكم. وأعلن عن الافتتاح الرسمي لإشغال الملتقى العلمي الثاني للعيادة المتخصصة في جراحة القلبية للأطفال ببوسماعيل. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.